السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم أخبار مؤسسة الشهداء. معاون المدير العام في مؤسسة الشهداء محمد حردان يبحث مع وفد من المفوضية العليا لحقوق الإنسان حقوق ذوي الشهداء، موجزا لهم عمل الدائرة ومهامها وما تقدمه من خدمات لذوي الشهداء وفقا للقوانين والدستور. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بعمل المؤسسة والدائرة لخدمة الشرائح المتضررة. بتوجيه من رئيس مؤسسة الشهداء مدير مديرية الشهداء كربلاء أحمد أبو طحين، يزور عائلة الشهيدين أحمد فخر الدين زيني معاون آمر لواء علي الأكبر في الحشد الشعبي وأخوه حسن فخر الدين مساعد آمر فوج حبيب بن مظاهر بعد انتشار فيديو مؤثر على وسائل التواصل لابن الشهيد. لذلك جاء التوجيه الأبوي بالزيارة وتقديم درع المؤسسة مع مبلغ مالي. مدير مديرية الشهداء ذي قار مهند الشحتوري يستقبل مدير هيئة التقاعد الوطني في المحافظة أحمد الزيدي. الزيارة جاءت للاطلاع على افتتاح المقر الجديد لقسم التقاعد الوطني الخاص بالشهداء، كما تمت مناقشة جملة من القضايا والمعوقات التي تواجه عمل المديرية والتي تحتاج إلى تدخل لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الشهداء. مديرية شهداء النجف الأشرف تباشر بإقامة ونصب موكب ومعرض لصور الشهداء واستضافة الزوار الرسول الأعظم المتوجهين لأداء مناسك الزيارة إلى مرقد أمير المؤمنين في ذكرى استشهاد نبي الرحمة. خطوة المديرية هذه جاءت لاستذكار الشهداء والمشاركة الفاعلة في المناسبات الدينية والرسمية في المحافظة. مديرية شهداء البصرة تقوم بزيارة إلى عائلة الشهيد أحمد عقيل عبد اللطيف وتطلع على أحوالهم الصحية والمعيشية وتدرج احتياجاتهم بسجل الباحث الاجتماعي. من جانبهم ثمن ذوي الشهيد موقف مؤسسة الشهداء بمتابعة أحوالهم والاطلاع عليها لوضع الحلول المناسبة لهم ورفع المستوى المعيشي والصحي. مشاهدينا الأخبار انتهت، إلى اللقاء.